مراسم تسليم وتسلم القيادة. علم هو سبيلنا لمواكبة كل جديد. الخلق، خلق قويم عنه لا نحيد. الواجب، واجب نؤديه بتفان لوطننا المجيد. تتجه الآن مجموعات القيادة إلى أماكنها الجديدة عقب انتقال قيادة طلبة كلية الشرطة من دفعة الخريجين إلى دفعة الطلبة المنقولين إلى السنة النهائية إذاناً ببدء قيادة جديدة. الحفل الكريم يطل علينا من بوابات أرض الاحتفال المختلفة مجموعة من الخريجين والخريجات بزي العروض المختلفة شاركوا في فقرات هذا الحفل، وها هم الآن بين زملائهم الخريجين استعدادا لأداء يمين الولاء. يمين الولاء. صدر قرار السيد وزير الداخلية بمنح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة، ومنح خريجي وخريجات كليات الحقوق بنظام العامين الدراسيين دبلوم علوم الشرطة ودرجة الماجستير في القانون من الجامعات المصرية، ومنح خريجات كليات التربية الرياضية بنظام العامين الدراسيين دبلوم علوم الشرطة ودرجة الماجستير في إدارة المخاطر من جامعة القاهرة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار. كما صدر قرار سيادته بمنح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة ودبلومة إدارة الأزمات والكوارث الأمنية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار.